لا يجوز حضور الوليمة إن كان فيها منكر من أهل الوليمة. لا يستطيع المدعو تغييره إذا حضر، يعني إذا كان في الوليمة علم أن في الوليمة منكرا من أهل الوليمة، لأن المنكر قد يكون من غير أهل الوليمة، مثل مثلا لو علمنا أن هناك من يشرب الدخان، أن هناك من يشرب الدخان من المدعوين، من يشرب الدخان وقد يشرب في المكان، هذا منكر لكنه ليس من أهل الوليمة، فلا يمنع حضور الوليمة. وإن كان من حضر ورأى هذا ينبغي عليه أن ينكر على من يفعل المنكر. فقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع. علي رضي الله عنه صنع طعاما ودعا النبي صلى الله عليه وسلم فحضر وجاء فرأى تصاوير في البيت فرجع، رواه ابن ماجه.